من ناشئي نادي رباط المغربي يمكن في آخر لقاء أمام النصر السعودي قدم هديتين للعالمي السعودي اللي ما قدرش يستغلها وما قدرش يسجل هدف في لقاء الرباعية، أكتر لقاء قدر فرقة يسجل فيها ومعاهم هذا اللاعب محمد فوزير. محمد فوزير كرته حلوة، مهاراته أجمل، يلعبها ناحية شمال في المكان الفاضي سعد الخرصة العرضية، لكن فين فين يا سعد؟ تعدي تعدي الكل، تعدي نوفل الزرهوني وتعدي من الناحية الثانية. دايما اللي بيلعب على التعادل ممكن يستقبل أهداف، ونادي الفتح الرباطي دايما بيلعب على الفوز على اللعب الإيجابي. لامين دياكيتي عايز يعدي، عايز يشتغل سيلفي، لكن تعدي تعدي منه كرة تترد، وادي الخطأ لامين دياكيتي، لسه كرة فيها لخبطة في الأخيرة، فاول فاول، حكم اللقاء بيديها على الإيفواري صاحب القميص رقم 11. سن دقيق، الكرة الأمامية مش لاقي حد ممكن في منتهى الخطورة، ماندوسي، ولكن تعدي تعدي عند الحارس أيمن مجيد. ماندوسي في الدفاع للموقف الهجومي، محمد فوزير 3-5، محمد فوزير عايز يلعب العرضية لكن تترد له مرة ثانية، هدية هدية مرة ثالثة مرة رابعة، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، لو عايز يضيعها مش هيعرف يضيعها الزرهوني، لو طلب منه المدير الفني لنادي العهد اللبناني موسى حجيج انه يضيع الفرصه دي مش هيضيعها. بصوا اتردت ازاي، بص الراجل ايوب سكوما ناحيه اليمين استنى وهدي لحد ما لقى فوزير واحد على واحد في منتهى الخطوره، فوزير فوزير هيشتغل سيلفي هيشتغل سيلفي والتسديده، مش ممكن مش ممكن يا فوزير، دايما بيقدم لنا التابلو الحلو، دايما بيقدم لنا الكادر الاحلى في اللقاء، ادي محمد فوزير دخل واشتغل وعلى قدمه اليسرى بيسدد، سابوه سابوه يفوت جوه 18 لكن القائم ما سابوش او العارضه، واجد دفاعي اكتر من الهجوم، ادي الكره الاماميه وادي الراسيه، جول جول سعد سعد الخرصه الباك الشمال طويل القامة طلع واخد كرة ايوب سكومة، لسه بقول الكثافة العددية دفاعية اكتر لكن بيخطف بيخطف سعد الخرصة الكرة على شمال مهدي خليلة، هدف اول في هذا اللقاء، الفاول والخطورة من محمد فوزير، اخد الفاول لكن الاسيست هايل من اللاعب ايوب سكومة على شمال الحارس مهدي خليل ما يقدرش يطلعها، طلع قبل الدفاع حطها في مكان قاتل. هنشوف موسى حجيج هيقدم لنا ايه، وهنشوف ايضا الاستوديو التحليلي مع الكابتن كريم خطاب ونجوم تحليل اون سبورت هيحللوا الشوط الاول ازاي، هيتوقعوا الشوط الثاني ازاي. اعزائي مشاهدي اون سبورت شكرا لحسن المتابعه، عوده للاستوديو مع الكابتن كريم خطاب ونجوم تحليل اون سبورت، تحياتي مؤمن حسن. الفتح رباطي كده هيبقى 7 نقاط لو خلص اللقاء، لو قدر يحافظ على التقدم. بدأنا المباراة بجمهور موجود في استاد الإسكندرية مدعم سواء للعهد اللبناني أو للفتح الرباطي، لكن الجمهور زاد بين الشوطين وهيزيد أكتر وأكتر. مهدي خالص بيسلم المهدي لكن بيسلم بالخطأ عند اللاعب، وأعتقد ضرب الجزاء، ضرب الجزاء بالفعل للاعب عيسى يعقوب، أدي الرد اللبناني، أدي المفاجآت، ومن مين؟ من صاحب الهدف سعد الخرصة، اتأخر دخل ضغط الغاني أخذ الكورة وأخذ ضرب الجزاء، وقرار من السرايري وإنذار، تاني إنذار في اللقاء لسعد الخرصة صاحب 23 عام. بداية قوية من العهد اللبناني، بداية بتركيز، دش كان سخن جدا بين الشوطين من موسى حجيج، حيدر وأيمن مجيد، حيدر ومجيد، حيدر ومجيد، جول 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 للعهد اللبناني، هدف التعادل، موسى حجيج قدر انه يرجع تاني للقاء، يرجع امال العهد اللبناني، لسه بدري لسه بدري، ده عدى 7 دقايق، بن عارف كريم بن عارف هينزل البديل الاول لصالح وليد الركراكي، هنشوف هينزل مكان مين، هل زكريا العماشي، هل هينزل مكان نوفل الزرهوني، هنشوف. ادي اللقطه ايمن مجيد في حته وحيدر بيحطها في حته، كده المثلث حاول يلعب كوره فيها المبخته، وادي القطعه من اللاعب احمد زريخ عنده التسديده، مش ممكن مش ممكن ردة الفعل من ايمن مجيد، الخطورة اللبنانية موجودة، احمد زريق اخذ ومضى. سعد الخرصة الباك الشمال لنادي الفتح الرباطي، ادي الكورة وادي التشتيتة من علي السعد تترد عند زكريا بلعماشي، زكريا وانطلاقة حاول يعدي بتخدمه، الكورة فاتت زكريا لو لعب بالعرض، بص فوزير فين، بص فوزير رافع له ايده فين، والزرهوني بيقول له يا راجل باصي، بيقول له يا راجل باصي، هنشوفها تاني هنشوفها تاني، خدمته وعدت، وعلي السعد بيحاول يقوم ما قامش، بص بص
تترد الهجمه اللبنانيه. هل يعاقب فريق العهد اللبناني؟ بصوا الانطلاقات، بصوا الهجمات المرتده، احمد زريق في الجهه اليسرى ممكن بالفعل بيلعبها الحيدر والعرضيه. فين ديوب يدخل جوه الجول والكره تطلع بره الجول، لكن العهد اللبناني في منطقه الخطوره. من اقوى هجوم في البطوله حمزه سمومي، الكره الاماميه ابراهيم البحراوي عايز يعدي تخدمه الكره، عدت لصاحب القميص رقم 14 معاه فوزير، رجع تاني للملعب محمد فوزير عايز يا سلام، يعني التسديده الثنائيه بنشوفها في افلام الكرتون فقط، التسديده دي التسديده الثنائيه، اثنين لعيبه بيسددوا كره واحده محمد فوزير وابراهيم البحراوي في اللقطه اللي فاتت، ولكن في الاخير تطلع ضربه ركنيه. بصوا فوزير ضم لجوه، الاثنين بيسددوا كره واحده، قول لحضراتكم بنشوفها بس في افلام الكرتون التسديده دي. في ناحيه اليمين فوزير واحده والثانيه يطلع بيها حمزه سمومي، الانطلاقه من الجهه اليمنى، حمزه سمومي تغيير الاتجاه، سلام على المهاره من حمزه، ادي البينيه، مش ممكن مش ممكن على الجمعيه في الاداء، الفتح الرباطي كان فين اللعب ده من بدري. الداخلي وزي ما امامنا في الكادر محمد حيدر بيطلع، يمكن من ابرز لاعبي العهد اللبناني، هل يكون تبديل موفق بقى؟ ادي محمد فوزير وادي العرضيه، كان ممكن كان ممكن يخلصها اللاعب نور منصور في اللقطه اللي فاتت. الضغط يولد اخطاء، بلا مغربيه سعد الخرصه، الكره الاماميه عند فوزير لو عمل الكنترول، يا سلام بيقدم لنا في كل كره مهاره محمد فوزير، مش ممكن يا فوزير مش ممكن يا فوزير، المهاره من كنترول ولا المهاره من الترقيصه ولا المهاره من ايه؟ ادي الكنترول، بصوا الكنترول، ادي واحده، بصوا الثانيه، بصوا الثانيه، بصوا الثانيه، بصوا الثقه والمهارة من فوزير. كل مباراة يعني هنا بيقدم لنا الجديد، وفي كل كورة بيقدم لنا الكرة الحلوة واللقطة الأجمل في اللقاء. جيج، لكن هل تأثر أداء العهد اللبناني بعد خروج محمد حيدر؟ الهجمة من ناحية الشمال، قدوح يا سلام على المهارة، بيعدي صاحب القميص رقم 12، تجديدة حلوة حلوة فيها المباغتة وفيها القوة، بتمر بجوار القائم يعني. ترجع لعلي حيدر، المهارة مكملة، علي حيدر وسط ثلاثة لسه معاه كورة، لو لعب بشكل جماعي يرجع لورا عند قدوح، تسديدة في المقص، في المقص من اللاعب محمد قدوح، عايز يلعب العرضية، يا سلام يا سعد، يا سلام على المهارة. لعيبة المغربية الحقيقة بتقدم لنا كرة جميلة، من أفضل الفرق اللي بتقدم لنا الكرة الحلوة. سعد الخرصة، سعد الخرصة، وادي العرضية، مش ممكن إبراهيم البحراوي، مش ممكن، بتضيع فرصة هدف ثالث وتخليص اللقاء، ينهي اللقاء، راضي بالتعادل، راضي بالصعود للمربع الذهبي، وبالفعل مبروك اكتمال المربع الذهبي عن طريق الفتح الرباطي المغربي بالتعادل في لقاء حلو، لقاء جميل مع مفاجأة البطولة، العهد اللبناني، التعادل 1-1 بعد ما تقدم سعد الخرصة في نهاية الشوط الأول، بيتعادل محمد حيدر عن طريق ضربة الجزاء لنادي العهد اللبناني. أعزائي مشاهدي أون سبورت، شكرا لحسن المتابعة. عودة للاستوديو مع الكابتن كريم خطاب ونجوم تحليل أون سبورت، تحياتي مؤمن حسن.